الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس اللغة العربية التي لا بد من مراعاتها في التطبيق، وهو درس العدد. الأعداد من الدروس التي تحتاج إلى دراسة وإلى وعي كامل لكي نطبق القاعدة على الأعداد. يعني متى نقول ثلاثة؟ ثلاثة بالتاء، ومتى نقول ثلاث؟ وقبل أن نبدأ يعني نريد أن نحدد بعض المصطلحات، أي لكي يعني نتعرف على الشرح. أولا بإذن الله سنسمي العدد بدون تاء مذكر، يعني ثلاث مذكر بغير تاء، وثلاثة بالتاء مؤنث، وثلاثة بالتاء مؤنث. وسنقوم بتقسيم العدد إن شاء الله إلى أنواع. يعني عندنا الأعداد، هناك أعداد مفردة، يعني يأتي العدد وحده ثم يأتي المعدود، مثل ثلاثة. حينما أقول قرأت ثلاثة كتب، هذا عدد مفرد لم يأتي مركبا ولم يأتي معطوفا عليه، فهذه أعداد مركبة. نقول مثلا من ثلاثة إلى عشرة مفردة، أعداد مفردة. وهناك أعداد مركبة، وهو ما تركب من الأعداد من واحد إلى تسعة مع عشرة، مع العدد عشرة. تقول أحد عشرة، وإحدى عشرة، ثلاثة عشرة، خمسة عشرة، بهذه الكيفية تسمى هذه الأعداد إلى تسعة عشرة. هذه الأعداد من أحد عشرة إلى تسعة عشرة أعداد مركبة. وهناك أعداد نقول يعني أعداد معطوفة فيها عطف، وهي ما يكون فيها الفاظ العقود 50 و60 و70 و80 و90 تعطف على العدد الذي قبلها. يعني نقول مثلا إيه؟ 23 54، بهذه الكيفية. إذن تحديد المصطلحات، هل عندي هناك أعداد مفردة وأعداد مركبة وأعداد معطوفة يعني فيها حرف العطف، وهناك أعداد وألفاظ العقود وهي 20 30 40 50 60 70 80 90. ما نريده الآن يعني متى يؤنث العدد ومتى يذكر، متى نضع في العدد تاء ومتى لا نضع فيه التاء، يأتي مجردا بغير التاء. أولا من تقسيمات العدد، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود في كل أحوالها. ما معنى ذلك؟ يعني الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود. المعدود إن كان مذكرا أتت الأعداد مؤنثة يعني بالتاء. يعني تقول حضر ثلاثة طلاب، طلاب مفردة طالب مذكر، ومع ذلك أتى العدد بإيه؟ بالتاء. وثلاث طالبات، ثلاث طالبات مفردها طالبة مؤنث، والعدد هنا أتى مذكرا بغير التاء. إذن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود في كل أحوالها، أتت مفردة، أتت مركبة مع العدد عشرة، أتت هذه الأعداد معطوفا عليها، معطوفا عليها تخالف المعدود. إذن ننظر إلى المعدود، هل هو مذكر؟ إن كان مذكرا تأتي هذه الأعداد مؤنثة، وإن كان المعدود مؤنثا تأتي هذه الأعداد مذكرة، يعني بغير التاء. نطبق أولا، يعني حينما نقول كتب مفردها كتاب وكتاب مذكر، إنما أقول قرأت، ماذا أقول؟ ثلاثة أم ثلاثة بالتاء؟ العدد المعدود هنا مذكر، إذن نقول قرأت ثلاثة كتب، قرأت ثلاثة كتب. لماذا؟ لأن المعدود مذكر،
فأتى العدد مؤنث، قلنا لأن الثلاثة من تسعة، ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود، فثلاثة هنا خالفت فأتت بالتاء. طب لو أتينا بالمعدود مؤنثا يأتي العدد بغير التاء يعني مذكرا، نقول أقمت بالإسكندرية ثلاثة ليال، مفرد ليال ليلة، وليلة مؤنثة، لذلك قلنا في العدد ثلاثة بغير تاء. إذن العدد يخالف، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود، وهذا المثال إذا كانت مفردة. طيب لو كانت مركبة نقول حضر خمسة عشر طالبا، طالب مذكر، المعدود هنا طالب مذكر، فأتى العدد خمسة مؤنثا بالتاء لأنه يخالف المعدود، وفي المؤنث نقول حضرت خمس عشرة طالبة، خمس عشرة طالبة، فخمسة هنا كما قلنا تخالف المعدود، المعدود هنا طالبة مؤنث، فأتت خمس بدون التاء. وأيضا لو كان معطوف عليها، أن أقول مثلا نجح أربع وعشرون، نقول طالبة أم طالبة، طالب أم طالبة، أربع بغير التاء، إذن المعدود لابد أن يكون مؤنثا، نقول نجح أربع وعشرون طالبة. طب لو طالب وأربعة وعشرون طالبا، العدد أربعة هنا خالف المعدود، أتى بالتاء مع المذكر وبغير التاء مع المؤنث. إذن الأعداد كما اتفقنا، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود، سواء كانت هذه الأعداد أتت مفردة أم أتت مركبة مع العشرة أم أتت معطوفا عليها. طيب هذه حالة، العدد عشرة له حالتان، أولا إذا أتت العشرة مفردة ليست مركبة تخالف المعدود، تأخذ حكم من الأعداد من ثلاثة إلى تسعة، لا حالتان كما قلنا، إذا أتت مفردة تخالف المعدود، تأتي بالتاء مع المذكر وبغير التاء مع المؤنث. أما العدد عشرة إذا أتى مركبا فإنه يوافق المعدود، يوافق المعدود. وليكم المثال، يعني حينما نقول سافرا سافرا، نقول بالنسبة للرجال نقول سافر عشرة رجال، رجال مذكر، فده رجل مذكر، ومع لأن العبرة بالمفرد، ومع ذلك أتى العدد مؤنث، لأن عشرة إذا جاءت مفردة وحدها ليست مركبة تخالف المعدود. طب إذا أتت مركبة عشرة توافق المعدود، يعني مثلا حينما نقول نجح، نقول نجح تسعة عشر طالبا، طالبا مذكر، وعشرة هنا وافقت، أتت بغير التاء وافقت المعدود، ونقول وتسعة نجح تسعة عشر طالبا وتسعة عشرة طالبة، أتت بالتاء مع المؤنث وهي طالبة. إذن عشرة إذا أتت مفردة تخالف المعدود، وإذا أتت مركبة توافق المعدود. إذن الأعداد نأخذ من ذلك قاعدة، الأعداد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، ما حكم هذه الأعداد؟ حكم هذه الأعداد أن العدد الأول من ثلاثة إلى تسعة المركب مع عشرة، العدد الأول يخالف وهي من ثلاثة إلى تسعة، والعشرة توافق. الأعداد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر الأول يخالف، العدد من ثلاثة إلى تسعة، والثاني يوافق وهو العدد عشرة. يعني نقول مثلا سافر
15 رجلا. 15 رجلا. خمسة هنا خالفت، خمسة بالتاء خالفت المعدود رجل مذكر، وعشرة وافقت أتت بغير التاء مع المذكر. طيب حينما نقول امرأة نقول وإيه؟ وخمسة عشرة امرأة. خمسة عشرة امرأة. خمسة هنا خالفت أتت بغير التاء مع المؤنث، أما عشرة فقد أتت بالتاء مع المؤنث. إذن الأعداد من 13 إلى 19 هذه الأعداد الأول فيها من 3 إلى 9 يخالف، والثاني فيها 10 توافق. إذن العشرة إذا أتت مفردة تخالف المعدود، وإذا أتت مركبة توافق المعدود. العدد 1 و2، عدد 1 و2 في حالة التركيب أو في حالة العطف يوافقان المعدود، في حالة التركيب أو في حالة العطف يوافقان المعدود. يعني نقول نجح 11 طالبا، أحد مذكر وعشرة مذكر لأن المعدود مذكر وهو طالب، ونقول نجحت 11 طالبة، إحدى مؤنث وعشرة مؤنث لأن المعدود مؤنث وهو طالبة. نفس الكلام 12، نقول نجح 12 طالبا واثنتا عشرة طالبة، فاثنى مذكر وعشرة مذكر لأن المعدود مذكر وهو طالبا، واثنتا مؤنث وعشرة مؤنث لأن المعدود مؤنث وهو طالبة. إذن العدد 1 و2 في التركيب يوافقان المعدود. وكذلك في حالة العطف نقول حضر 21 رجلا و21 امرأة بهذه الكيفية، حضر 22 رجلا و22 امرأة بهذه الكيفية. إذن العدد 1 و2 في حالة التركيب أو في حالة العطف يوافقان المعدود، يوافقان المعدود. إذن نذكر الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود سواء أتت مفردة أم مركبة أم أتت معطوفا عليها. العدد 10 إذا أتى مفردا يخالف المعدود، وإذا أتى مركبا يوافق المعدود. العدد 1 و2 يوافقان المعدود في حالة التركيب وفي حالة العطف سواء، يوافقان المعدود. وإذن والأعداد من 13 إلى 19 الأول هي من 3 إلى 9 يخالف كما قلنا، والثاني يوافق وهو 10. الأعداد وهي ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه الأعداد هي المراعاة فيها تكون في الإعراب، فهي أعداد ملحقة بإعراب جمع المذكر السالم. بمعنى في حالة الرفع تأتي بالواو، وفي حالتي النصب والجر تأتي بالياء. يعني إذا وقع مثلا العدد الذي قبلها فاعل تأتي هذه الأعداد معطوفة عليه بالرفع. طب إذا وقع مفعولا أو اسما مجرورا تأتي بالياء. وإليكم المثال، يعني حينما نقول حتى لو أتت، يعني لو أتت وحدها أو عطفت على غيرها من الأعداد، ونقول مثلا حضر 20 رجلا، تمام. طيب إذا لو قلت كرمت أو 20 طالبا، طب لو كان المعدود مؤنثا كرمت 20 طالبة. إذن المراعاة في هذه الأعداد إنما يكون في الإعراب، في الإعراب بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالتي الجر والنصب حتى لو عطفت على غيره. يعني نقول مثلا حضر 25 رجلا، طيب لو قلت كرمت أو الكرمت
فعل وفاعل، 25 فائزا، 25 فائزا. لماذا أتت بالياء هنا؟ لأنها عطفت على خمسة، وهي هنا في الإعراب مفعول به. إذن هذه الألفاظ 20 إلى 90، هذه الألفاظ لابد فيها من مراعاة الإعراب لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. إذن مراجعة سريعة على ما قلناه، الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود في كل الأحوال، سواء أتت مفردة أم أتت مركبة مع العشرة، أم أتت هذه الأعداد معطوفا عليها لفظ من ألفاظ العقود. هذا أمر. العدد 1 و2 إذا يعني جاء في حالة التركيب أو في حالة العطف يوافقان المعدود. 10 لها حالتان، إذا أتت مفردة تخالف المعدود، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. أما إذا أتت مركبة من الأعداد من 1 إلى 9 فإنها توافق المعدود. ألفاظ العقود 20، 30، 40 إلى 90، هذه الألفاظ لابد فيها من مراعاة الإعراب، لأن هذه الأعداد ملحقة بإعراب جمع المذكر السالم، ملحقة بجمع المذكر السالم في إعرابه كما قلنا. هذا بالنسبة للأعداد، ولا بد من مراعاة الآتي. أولا بالنسبة لإعراب الأعداد، الأعراب تعرب حسب موقعها في الجملة، يعني أتت فاعل بالرفع، أتت مفعول به بالنصب، أتت في حالة الجر باسم مجرور أو مضاف، حسب الإعراب في الجملة. يعني حينما أقول حضر 3 طلاب، 3 هنا فاعل، كرمت 3 طلاب، 3 هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، حسب ما يعني الإعراب حسب. إلا الأعداد من 11 إلى 19، هذه الأعداد المركبة، هذه الأعداد المركبة هي مبنية للتركيب، مبنية على فتح الجزئين، مبنية على فتح الجزئين. يعني حتى لو أتت في موقف رفع تقول حضر 15 رجلا، 15 رجلا، لماذا؟ هي فاعل، ومع ذلك هي مبنية على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. إلا العدد طبيعي 12، فهذا العدد في العدد أصدره وهو كلمة إثنى أو إثنتا هي ملحقة بإعراب المثنى، تأتي بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالتي الجر والنصب. يعني نقول حضر 12 رجلا، طيب لو قلت رأيت 12 رجلا، لماذا؟ لأنها في الأول حضر فاعل، فعلامة الرفع الألف، وفي المثال الثاني كرمت أو رأيت هي مفعول به، لذلك فعلامة النصب، علامة النصب الياء، لأنها تعرب إعراب المثنى. يبقى الأعداد من 11 إلى 19 هي مبنية على فتح الجزئين، إلا العدد 12، فالعدد الجزء الأول وهو كلمة إثنى، هذا الجزء هو يعرب إعراب المثنى، ملحق بالمثنى في إعرابه. والجزء الثاني مبني، الجزء الأول معرب اللي هو العدد إثنى أو إثنتا يعرب إعراب المثنى بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالتي النصب والجر، وكما قلنا هذا العدد يوافق المعدود. هذا بالنسبة للفتة الإعراب. أما بالنسبة لباقي الأعداد كما قلنا في الأعداد المعطوفة، في الأعداد المعطوفة نعرب العدد الأول ثم نأتي واو العطف ثم نعطف عليه ما بعده من ألفاظ العقود 20، 30، 40، 50، تأتي كما قلنا في إعرابها ملحقة بجمع المذكر السالم. حينما أقول حضر 5 فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف، 20 نأتي بالواو لأنه معطوف على مرفوع فاعل مرفوع، إذن العدد 20 اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو. طب حينما أقول كرمت فعل وفاعل، أقول هنا 5 مفعول به منصوب نصبه الفتحة، وأقول 20 فائزا،
لماذا؟ لأن عشرين هنا معطوفة على خمسة، وخمسة في كرمت خمسة وعشرين، خمسة أعرابها مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، إذا عطف عليه على المنصوب بالنصب وعلامة النصب كما قلنا، لأن هذه الأعداد ملحقة بجمع المذكر السالم في إعرابه، فعلامة النصب هنا الياء. هذا بالنسبة للأعداد وتلخيص لدرس الأعداد. بالنسبة للمعدود، بالنسبة للمعدود عندنا الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، المعدود يأتي تسموها الأعداد المضافة لأنها تضاف إلى المعدود، ويأتي المعدود جمعا مجرورا، جمعا مجرورا، يعني الأعداد من ثلاثة إلى تسعة إلى عشرة مفردة، المعدود جمعا، المعدود يأتي جمعا مجرورا. يعني حينما أقول حضر أو قرأت ثلاثة، لا يقول كتاب، لا، قرأت ثلاثة كتب، ثلاثة كتب. يبقى إذن المعدود هنا جمع مجرور، نقول كرمت خمسة طلاب، لا أقول طالبا وإنما أقول طلاب، ما إعرابها؟ مضاف إليه مجرور. إذن المعدود بالنسبة للأعداد من ثلاثة إلى عشرة مفردة، المعدود يكون جمعا مجرورا، ما إعرابه؟ مضاف إليه. لذلك يسمون هذه الأعداد الأعداد المضافة لأنها تضاف إلى المعدود. الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر، المعدود يأتي مفردا منصوبا، لماذا؟ لأنه يأتي تمييز. يعني مثلا نقول حضر أحد عشر رجلا، أحد عشر رجلا، ما إعراب رجل هنا؟ إعراب رجل هنا تمييز منصوب، وهو يأتي مفرد منصوب لأنه تمييز، لأنه تمييز. أيضا المعدود مع ألفاظ العقود كلها حضر عشرون رجلا، يأتي مفردا منصوبا لأنه يعرب تمييز. وأيضا الأعداد المعطوفة، كل حضر ثلاثة وعشرون رجلا بهذه الكيفية. أما ما وألف فهذه الأعداد أيضا تضاف ومضاعفتها ومضاعفتهما، يعني الأعداد مئة ومضاعفتها وألف ومضاعفته تضاف إلى المعدود، ولكن يكون مفردا مجرورا، مفردا مجرورا. يعني لما أقول سافر مئة رجل، مئة رجل، ما إعراب رجل؟ مضاف إليه مجرور، يعني يأتي مفردا مجرورا لأنه مضاف إليه. طيب حينما أقول سافر ألف رجل بهذه الكيفية، ألف ومئة المعدود يأتي مفردا مجرورا لأنه مضاف إليه. إذن الأعداد التي تضاف من ثلاثة إلى عشرة مفردة تضاف إلى جمع مجرور، أما مئة وألف فتضاف إلى مفرد مجرور، تضاف إلى مفرد مجرور. يبقى هذا بالنسبة للأعداد وبالنسبة مطابقة الأعداد للمعدود أو عدم مطابقتها. نلخص ما قلناه سريعا، بالنسبة للأعداد، الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود سواء أتت مفردة أم أتت أو في حالة التركيب مع عشرة أم أتت معطوفا عليها. العدد عشرة له حالتان، إذا أتى مفردا يخالف المعدود يأخذ حكم الأعداد من ثلاثة إلى تسعة، وإذا أتى مركبا من مركب مع من واحد إلى تسعة، يعني أقول أحد عشرة، اثنى عشرة، ثلاثة عشرة، بهذه الكيفية إلى تسعة عشرة، فإنه العدد في هذه الحالة يوافق المعدود. العددان واحد واثنان في حالة التركيب وفي حالة العطف يوافقان المعدود. ألفاظ العقود عشرون ثلاثون أربعون إلى تسعين، هذه الأعداد نراعي فيها الإعراب لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم في إعرابه، فتأتي في حالة الرفع بالواو وفي حالتين النصب والجر بالياء. الأعداد هذا بالنسبة للأعداد. بالنسبة للمعدود، المعدود الأعداد من ثلاثة إلى عشرة مفردة، المعدود يأتي جمعا مجرورا، لماذا؟ لأنه مضاف إليه. العدد مئة وألف يأتي معهما المعدود مفردا مجرورا لأنه مضاف إليه، ولكن من ثلاثة إلى عشرة مفردة يأتي جمع مجرور
يأتي جمعا مجرورا لأنه مضاف إليه، أمامها وألف مفرد مجرور، مفرد مجرور. الأعداد كما قلنا الأعداد المركبة وألفاظ العقود والأعداد المعطوفة، هذه الأعداد يأتي معها المعدود مفردا منصوبا لأنه يكون في هذه الحالة نعربه، نقوم بإعرابه يعرب تمييزا. هذا بالنسبة للأعداد، هذا بالنسبة للأعداد. بالنسبة للمطابقة للمعدود وعدم المطابقة، وبالنسبة كذلك للإعراب. قلنا بالنسبة للإعراب الأعداد المركبة من 11 إلى 19 هي مبنية على فتح الجزئين للتركيب. العدد 12 الجزء الأول وهو كلمة إثنى ملحقة بالمثنى، تأتي بالألف في الرفع وبالياء في حالتين النصب والجر. أما الإثنى عشر الجزء الثاني منه 10 فكذلك مبنية للتركيب. هذا بالنسبة للأعداد. طيب لو أردنا أن نعرف العدد، يعني مثلا باب إيه يعني أتى بدرس عندكم وهو تعريف العدد، ماذا نفعل؟ أولا إذا أريد تعريف العدد بأل، هل هذا العدد مضاف؟ يعني من 3 إلى 10 مفردة، قلنا أعداد مضافة لأنها تضاف إلى جمع مشرور، ماذا نفعل؟ أم أن هذا العدد مركب، قلنا الأعداد المركبة من 11 إلى 19، أم أن هذا العدد معطوف عليه؟ يعني كما قلنا من 1 إلى 9 ونعطف عليه لفظ من ألفاظ العقود 20 30 40 بهذه الكيفية. نحدد أولا إذا كان هذا العدد مضافا يعني من 3 إلى 9 فنضاف من 3 إلى 10 مفردة تضاف إلى جمع مجرور، ندخل نقوم بإدخال ال على المضاف إليه يعني على المعدود. يعني حينما أقول جاء سبعة طلبة، جاء سبعة طلبة، تمام، أين ندخل ال يعني نريد أن نعرف هذا العدد، ندخل ال على المضاف إليه فنقول جاء سبعة الطلبة، جاء سبعة الطلبات. إذن أدخلنا ال على المضاف إليه وهو المعدود. إذا كان العدد مركبا، إذا كان العدد مركبا زي مثلا 16، ال تدخل على الجزء الأول من العدد أم على الجزء الثاني؟ والعدد مركب، العدد الأول 6 والعدد الثاني 10، يعني تدخل ال تدخل على صدر هذا العدد يعني على الجزء الأول منه، فنقول قضينا 16 يوما بالقاهرة، قضينا 16 يوما بالقاهرة، يعني قضينا 16 يوما بالقاهرة. أردت أن أدخل أل فأدخلها على صدر هذا العدد وهو 6 على الجزء الأول، قضينا 16 يوما بالقاهرة. إذن العدد المضافة من 3 إلى 10 مفردة ندخل فيها ال على المعدود المضاف إليه، نقول جاء سبعة الطلبات. طيب إذا كانت هذه الأعداد مركبة ندخل ال على الجزء على صدر هذا العدد المركب يعني على الجزء الأول منه، نقول قضينا 16 يوما بالقاهرة. طيب إذا كان هذا العدد معطوفا عليه أدخلت ال على الجزئين، أدخلت ال على إيه؟ على العدد الأول والثاني، الأول والثاني، فنقول أوقدت مثلا في المثال أوقدت 35 مصباحا، أوقدت 35 مصباحا، هل ندخل ال على الخمسة ولا على الثلاثين؟ ندخلها على الجزئين فنقول أوقدت 35 مصباحا، أوقدت الخمسة، ده أدخلنا العدد خمسة والثلاثين أيضا، إذن تدخل على الجزئين. إذن الأعداد المضافة تدخل على المضاف إليه المعدود، وفي الأعداد المركبة تدخل على الجزء الأول، وفي حالة العطف تدخل على على الجزئين. هناك كذلك أيضا درس متصل بالعدد وهو حكم يساغ من العدد على وزن فاعل. يصاغ اسم على وزن فاعل من الأعداد، من الأعداد من 2 إلى 10، يعني فاعل
طيب في هذه الحالة هل يوافق أم يخالف؟ يعني أقول ثاني وثانية، ثالث وثالثة، رابع ورابعة، خامس وخامسة، سادس وسادسة. أولا هذا العدد إذا صيغ بهذه الكيفية ما حكمه؟ أول هو يجاء به ليصف ما قبله، ليصف ما قبله ويدل على الترتيب. يعني أقول حضر الطالب الثالث، حضر الطالب الثالث، الثالث هذا نعت، وصف للطالب، أصفه بأنه الثالث، وليدل على الترتيب يعني أنه رقم ثلاثة. حينئذ طيب هل يوافق أم يخالف؟ العدد إذا صيغ على وزن فاعل يوافق المعدود، يعني أقول حضر الطالب الثالث والطالبة الثالثة، فيأتي هذا العدد موافقا لما للمعدود. الطالب أقول الثالث، عدد مذكر، الثالث مذكر والطالب مذكر. الطالبة أقول إيه؟ الثالثة، لأن العدد المعدود مذكر والعدد المعدود مؤنث والعدد مؤنث. إذن العدد إذا صيغ على وزن فاعل يوافق المعدود، وحينئذ يؤتى به ليصف ما قبله وليدل، ليصف ما قبله وليدل على الترتيب، وليدل على الترتيب في جميع، وكذلك في جميع الأحوال. هذا باب أو درس العدد، هو درس يعني يحتاج إلى تركيز. أولا لابد من مراعاة المعدود، لأنك لا تعرف يعني مثلا لا نعرف هل نضع التاء أو لا نضعها في العدد إلا إذا عرفنا المعدود. فإذا عرف المعدود هل هو مذكر أم مؤنث نطبق القاعدة، نطبق القاعدة كما قلنا. ونلخص ما قلناه سريعا، أولا بالنسبة لحكم مطابقة الأعداد للمعدود، الأعداد من 3 إلى 10 مفردة تخالف المعدود، فتأتي هذه الأعداد بالتاء مع المذكر وبغير التاء مع المؤنث. يعني نقول هكذا حضر 3 رجال، كرمت 3 طالبات، 3 بغير التاء مع المؤنث، وذلك في جميع الأحوال حتى لو أتت مركبة. الأمر الثاني الأعداد، هذه الأعداد من 3 إلى 10 كما قلنا تخالف، من 3 إلى 9 تخالف المعدود، سواء أتت مفردة كما قلنا أم أتت مركبة مع العشرة أم أتت هذه الأعداد في حالة العطف. الأعدادان 1 و2 في التركيب وفي العطف يوافقان المعدود، يعني في التركيب نقول مع المذكر 11 ومع المؤنث 11، نقول في المذكر 12 وفي المؤنث 12، وأيضا في الأعداد يعني نقول 22 مع المذكر و 22 مع المؤنث. العدد الأعداد من 13 إلى 19 الجزء الأول فيها ومن 3 إلى 9 يخالف، والجزء 12 إذا أتت مركبة فإنها توافق. نقول استقبلت 15 رجلا، استقبلت 15 رجلا، الخمسة خالفت والعشرة هنا وافقت. أيوة نقول سافر 15 امرأة، 15 امرأة بهذه الكيفية، 5 هنا خالفت فأتت مذكرة مع المؤنث، وعشرة هنا وافقت لأن 10 إذا ركبت توافق. الأعداد الفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه الألفاظ لابد فيها من مراعاة، لابد فيها من مراعاة الإعراب، فهي ملحقة بجمع المذكر السالم في إعرابها، بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالتي الجر والنصب. بالنسبة كما قلنا للمعدود، الأعداد من 3 إلى 10 مفردة المعدود يكون جمعا مجرورا لأنه مضاف إليه، 100 و1000 المعدود مفردا يأتي مفردا مجرورا لأنه يكون مضاف إليه. أما الأعداد أعداد المركبة والأعداد في حالة العطف يأتي، وكذلك ألفاظ العقود المعدود يكون فيها مفردا منصوبا لأنه يعرب تمييزا منصوبا، تمييزا منصوبا. الحكم ما يسأل بالنسبة للتعريف العدد، إذا أتى هذا العدد مضافا
إذا كانت أعداد مضافة من 3 إلى 10 الآل تدخل على المعدود أو المضاف إليه. أقول جاء 7 الطلبة، أدخلنا الألف واللام على المعدود الطلبة. بالنسبة للآل إذا كان هذا العدد مركبا فحينئذ تدخل آل على صدر العدد، يعني على الجزء الأول. كما قلنا قضينا 16 يوما بالقاهرة. أما إذا كان هذا العدد معطوفا فإن الآل تدخل على الجزئين، آل تدخل على الجزئين. يعني كما قلنا رأيت 36 فائزا، أو كرمت 36 فائزا، فآل دخلت هنا على الجزئين. بالنسبة لحكم ما يصاغ من هذه الأعداد على وزن فاعل فإنه يوافق المعدود، فإنه يوافق المعدود ويأتي ليصف ما قبله ويدل على الترتيب. يعني حينما نقول كرمت الطالب الثاني أو الثالث، طيب الطالبة أقول كرمت الطالبة الثالثة بهذه الكيفية. هذا بالنسبة لدرس العدد، درس شيق ويحتاج إلى تركيز، وكما قلنا بهذه الكيفية. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح، وأن تتعلموا العربية لتطبقوها وتتعلمون من خلالها أمور دينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.